والتماطل في صرف الأجور. والمطحنة على سبيل المثال وأستاذتنا المربيات كمثال صارخ على ذلك. المطالبة بضرورة الدعم العاجل لكل القطاعات والأجراء والفئات الاجتماعية المتضررة من تداعيات الوضع الوبائي والإغلاق الليلي في شهر رمضان، المقاهي والمطاعم، محلات تجارية، سيارات الأجرة، منظمي الحفلات والتظاهرات والصناع التقليديون. كذلك المطالبة بإنهاء معاناة مربيات التعليم الأولي وصف أجورهن التي تأخرن لعدة أشهر وتسوية وضعيتهن الإدارية. إنهاء التضييق على مهني نقل المستخدمين لفائدة الغير والحد من معاناتهم بسبب تواطئ السلطات المحلية مع شركات حافلة النقل الحضاري غير القانونية. التنديد كذلك بضعف ورداءة الخدمات العمومية بالمدينة، الصحة، التعليم، النظافة، النقل الحضاري، المناطق الخضراء وحدائق الأطفال والإنارة العمومية، وغلاء أسعارها، فواتير الماء والكهرباء والعشوائية، والتأخر الكبير في إشغال التهيئة الحضرية. استنكار نهب ثروات المدينة والإقليم، الرمال، الثروات السمكية، الأراضي، الأموال والصفقات العمومية من طرف اللوبيات المتواطئة مع السلطة المحلية. وفي الأخير عاشت الطبقة العاملة موحدة ومتضامنة، وعاشت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل قوية مناضلة وصامدة، والاتحاد المحلي للعرائش، الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالعرائش، ودمتم للنضال أوفياء وشكرا لكم. المنتظر 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 المنتظر.